وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية. دكتور عادل، بعد التحية، منذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل سنوات، تولي الدولة المصرية أهمية بالغة للمشروع. كيف ترى ذلك التوجه وتلك الرؤية بعد أن تابعنا اليوم الطفرة التي تحققت على أرض الواقع؟ اهلا وسهلا بسيادتك. مشروع الدلتا الجديده احد مشروعات التوسع الافقي اللي الدوله بتركز عليه في خلال الفتره الحاليه، بجانب منطقه توشكا وشرق العوينات والمشروعات الزراعيه للسيناء وفي بورسعيد الى اخره. مشروع الدلتا الجديده سيادتك ده مساحته في حدود 2.2 مليون فدان، وده بيمثل حوالي 30% من الدلتا القديمه اللي هي بتصل حوالي 6 مليون فدان. المشروع ان شاء الله من المشروعات الواعده، لانه مشروع زراعي صناعي من الدرجه الاولى. ان شاء الله هيكون فيه مشروعات مجتمعات عمرانيه جديده بجانب المصانع اللي هيتم انشائها لزياده القيمه المضافه للمنتجات الزراعيه. بدل ما بنصدر هذه المنتجات كماده خام، هيبقى فيها عليها حلقات من سلسله القيمه عشان نزود قيمه المنتج النهائي، وعشان يكون في عائد بالنسبه للمنتجين يساعدهم على الاستمرار في عمليه الانتاج. الدلتا الجديده سيادتك من المشروعات الواعده ليه؟ لان هي طبعا بتتوسط موقع فريد قريب جدا من الموانئ المصريه، قريب من اسكندريه، قريب من المدن الصناعيه زي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان. وبالتالي فان فكره التصنيع والتصدير هتكون سهله وفي المتاح، بعكس المناطق الاخرى اللي هي بعيده عن الموانئ التصدير. نعم. كمان من المشروعات الواعده لانه حضرتك المناخ نفسه في هذه المنطقه قريب جدا من مناخ الدلتا القديمه، مناخ لطيف يعني معتدل، درجات الحراره في الصيف مش عاليه جدا يعني زي مناطق مصر العليا. نعم. درجات الحراره في الصيف وفي الشتاء مناسبه جدا لانتاج معظم المحاصيل اللي مصر بتحتاجها سواء في الصيف او في الشتاء. لو قلنا بالنسبه للشتاء مثلا المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح وزي الفول. نعم. وزي البنجر وزي محاصيل الخضار، كافه محاصيل الخضار من طماطم وخيار وفلفل والى اخره وتوم وبصل. برضو بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه في الصيف معناها الذره الشاميه حضرتك، سواء الذره الصفراء او الذره البيضاء، بجانب برضو الى الخضروات اللي هي بتزرع صيفا، الموالح، البساتين الى اخره، كل المحاصيل الزراعيه سواء محاصيل استراتيجيه او محاصيل خضر او محاصيل بستانيه يمكن زراعتها بهذه المنطقه، ويمكن زياده الانتاجيه في هذه المنطقه والحصول كمان على صفات جوده عاليه جدا، وده اللي الدوله بتركز عليه في هذه المنطقه. نعم. إذن هي طفره في المجال الزراعي المصري بكل المقاييس. الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك.